تأخرتي. ولا تأخرت ولا حاجة، على ما مش عرفت أجيلك. يا لهوي سانشاين اون ذا نايت. صراحة بقى انت ايديك تقيلة قوي. ولا تقيلة ولا حاجة، انت زودتها خالص. هو كان هياخد باله، كنت عايزني اعمل ايه؟ سيبك انت، عليا النعمة انت منورة الدنيا. انا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا. بص بقى انا عايزك تاخدي راحتك خالص وتنتشري في الشقة كده، شقة شرحة وبرحة وهتعجبك قوي. عندي هنا بقى في الأوضة دي سرير خشب زان، انما ايه اصلي، يريح الجتة ويرم العظم كده ويخليك تحلمي احلام ما حصلتش. اه والله. ما تيجي بقى يا حسن، لسه بدري على الكلام ده؟ لا بدري ولا حاجة. معلش ما نسيت ضيفك، تشربي ايه؟ حشيش ولا بيرة؟ بيرة. فعلا بيرة مشروب العصر. اتفضلي. أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران عليا. ألف وأدور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى كل الناس فاهماني غلط. أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما عاوز حاجة أعملها على طول. مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقة؟ ما قلتلكيش أم عيانة تعالي زوريها ولا أبويا في الجيش؟ صح؟ عمرك شفتي صدق أكتر من كده؟ لا خالص، بس أنا عايز أعرف هي عليا دي تقرب لك إيه؟ بنت عمي. أصل أنا جدي كان نسوانجي وأنا بقى طالع له كل شوية يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، بقى ليها في كل حتة بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين. بس قولي لي أنت إيه علاقتك بإيهاب؟ إياب انتي عرفتيه ازاي؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط، وانت بالذات ناوي على ايه؟ وانا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش امان، لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع. الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس. يعني ايه؟ يعني انا لا يهمني عاليه ولا يهمني غيرها، انا كل يهمني الفلوس. عايز اطلع من هنا وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عملية جديدة، وانا عايز اعرف هي ايه وابقى معاكم. بس عالية دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عالية دي. عالية دي احطها في جيبي. عارف عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفة ان انت ذكي مش هتستغبى عليا، مش هتلف وتدور. بس انا مش هقولك على حاجة خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا. وانا اثبت ده ازاي بقى؟ أنا هبقول لك تثبت ده ازاي. ألف سلامة عليك، ألف سلامة، ألف سلامة. ساعة على مين يا بنت؟ ده أنا صيح ساعة متكلفة. ده أنا هنسى أشرح شعري بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ أه والله، أصل الكبير بيعمله ب 400، قلت العملية مش مستاهلة بقى، خليها عند الصغير. خرابي على دي بلد. كاميليا أنا أول ما صحيت من النوم قلت لازم أجي أشوفك. إيه؟ عجبتك الهدية؟ أنت واحد سافل. ده ليا الشرف. وبعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكرة أنا عملت لك ألبوم سوا، أنا عارفة إن أنت بتحبي تحتفظي بالحاجات دي قوي مش كده؟ وسيم باشا! وسيم باشا! إيه يا باشا؟ شفت بقى؟ عرفت بقى إن أنا اتظبط عليها ساعة الجامعة؟ أنا زعلان منك بصراحة. زعلان مني أنا؟ ليه بس؟ يا باشا أنا هقعد أدور عليك وأجري وراك عشان أشوفك ولا إيه؟ إحنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن تعالى. دي الشياكة دي؟ أكيد سينيهات بقى وماركات ومقضية. ما هو أنت لو تقولي لنا أنت واللهبل اللي ماشية ورا ده بتعملوا إيه؟ كانت كل حاجة اتحلت ومشيت تمام.